الشعر والمدح هوايه يا فارق مع كل الاجناس يا ذخرنا وقت الشدايد يا درعنا يا رافع الراس اعني محمد ولد زايد راس الكرم ترثت من ياس للشعب ظل وخير قايد من شب في مدح ونماس براق وسيولة هدايد واسمي الشعر والمدح وايد يا فارق مع كل الاجناس يا نخرنا وقت الشدايد يا درعنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان طبتم وطاب صباحكم هذا بكل خير وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات نجدد لكم التحيه والترحيب من جديد من هنا من ميدان السوان باماره راس الخيمه لنتابع معكم هذه المنافسات الصباحيه وسباق هذا اليوم الذي خصص لسن الكبار سن الحولي والزمول مع الستة كيلومترات المسافة المرافقة لهذه الانطلاقة ولهذا السن الجميل نسير إلى المراكز الأولى نسير إلى البداية إلى المقدمة نتابع الصدارة والمركز الأول وبداية هذا المسار الشاهنية بالمركز الأول على الصدارة وعلى البداية من هجن ند الشباب قيادة سعيد بن سالم من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول وعلى البداية الأولى بينما المركز الثاني الحدبة لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري يقدم لنا الحدبة على المركز الثاني بينما المركز الثالث الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب بينما المركز الرابع تقدم وانطلاق جميل من الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري يأتينا في التضمير والتدريب بينما المركز الخامس والتغيير إلى المركز الرابع من حشمة هي المنطلقة لمحمد بن راشد بالشاوي الغفلي يقدم لنا حشمة الحاضرة بهذا الأداء المميز والأداء الجميل أتابع المركز السادس الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب بينما سابع المراكز أيضا الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للسبعة المراكز الأولى المتقدمة نداؤنا الأول وأيضا متابعتنا الأولى للمراكز الأولى المتقدمة نعود من جديد إلى المركز الأول إلى المسار الأول الذي يحمل هذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة والمشاركة معنا في هذا الشوط عودة إلى المركز الأول إلى الشاهنية المنطلقة في أول المراكز المملوكة والتابعة لهجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول على بداية هذا المسار المركز الثاني الحدبة لعلي بن محمد بن عبيد بن حلول الخاطري يقدم لنا الحدبة على المركز الثاني في ثاني التحديات تأتينا بهذا الأداء المميز والأداء الجميل المركز الثالث القادمة هي الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير
والتدريب، بينما المركز الرابع، المركز الرابع حشمه لمحمد بن راشد بشاوي الغفلي يقدم لنا حشمه على المركز الثالث، على المركز الرابع في هذا الانطلاق الجميل. المركز الخامس، خامس المراكز القادمه هي شاهنيه من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم في تضميرها وتدريبها. المركز السادس مشاهدينا الكرام، سادس المراكز الظبي، الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري المتابع لانطلاقة العزرة الظبي، هنا في المركز السادس. وفي المركز السابع الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب. هكذا مشاهدين الأعزاء نداؤنا، متابعتنا لهذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة المنطلقة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، من خلال الانطلاق الجميل والتحدي المثير، دائما المتعة دائما نتابعها مع سن الكبار، سن الكبار وتحديات الكبار، سن الحول والزمول، منافسات غير مع سن الكبار، تحضر دائما التحديات ويحضر أيضا وتحضر الإثارة وأيضا الانطلاق الجميل. ما شاء الله سيطرة ثنائية، سيطرة وحضور ثنائي جميل مع الشاهنية والشاهنية المملوكات وتابعات لمؤسسة هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم من يقدم لنا هذه الأسماء المميزة. شهدنا معكم الشوط السابق، الشوط الأول للحول المحليات الأصايل، وذهب الناموس مع الشاهنية التي قدمت العرض المميز والعرض الجميل. تهانينا لهجن ند الشبا، والآن نتابع أسماء جديدة، نتابع أسماء جديدة مع هجن ند الشبا، مع هجن ند الشبا ومع المضمر المتميز دائما سعيد بن سالم اللي يقدم دائما لنا هذه النوعيات وهذه أيضا السلالات القوية وأيضا الأسماء المميزة. المركز الثالث الحدبة، الحدبة يا الحدبة، يا سلام يا الحدبة، علي بن محمد بن عبيد بن حلول الخاطري يقدم لنا الحدبة في المركز الثالث، تحتل المركز الثالث، تأتي بهذا الأداء الجميل. المركز الرابع الظبي، الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري يتابعها ويرافقها في هذا الشوط. المركز الخامس ما شاء الله، وصلت الشاهنية من هجن ند الشبا، سعيد بن سالم يقدم لنا المزيد من الأسماء. هنا الوصول أيضا من حشمة، محمد بن راشد بشاوي الأغفلي يقدم لنا حشمة على المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم في التضمير. والكيلو الأخير، الكيلو الأخير مشاهدين الأعزاء، الكيلو المثير ما بقى عن خط النهاية، غيرت الحدبة، انطلقت هناك الشاهنية، الشاهنية لا زالت في المركز الأول، الشاهنية لا زالت على الصدارة من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في التضمير والتدريب. الحدبة في المركز الثاني لعلي بن محمد بن عبيد بن حلول الخاطري يقدم الحدبة على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم للتضمير والتدريب. تحركت الظبي، انطلقت الظبي من ايضا لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، سالم بن هزيم المسافري المتابع لانطلاقة الظبي، ولكن ثنائية، ثنائية مميزة، حوار ثنائي ما بين الشاهنية، ما بين الحدبة، الحدبة وشاهنية، أمتار قليلة تفصلنا عن وصولنا إلى خط النهاية. لا زالت الشاهنية بالمركز الأول من هجن ند الشبا مع سعيد بن سالم. المركز الثاني الحدبة، علي بن محمد بن عبيد بن حلول الخاطري قادم في المركز الثاني، أمتار قليلة تفصل عن الناموس والانتصار. إذا النقطة الثانية، النقطة الثانية على التوالي تغادر مع هجن ند الشبا، مع هجن ند الشبا، مع سعيد بن سالم. تهانينا لهجن ند الشبا، تهانينا لسعيد بن سالم، وتهانينا لسالم بن سعيد على هذا الأداء المميز والأداء الجميل، لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني الحدبة لعلي بن محمد بن عبيد بن حلول الخاطري، المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي مع سالم بن هزيم المسافري، والمركز الرابع الشاهنية، والمركز الخامس الشاهنية من هجن ند الشبا مع سعيد بن سالم. هكذا مشاهدينا الأعزاء.